السلام عليكم. إن شاء الله بخصوص كتاب بنوك الأسئلة الامتحانية في مادة الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والأحياء. طلبة كتير قالت لي يا مس الكتاب بيتباع فين والكتب التانية موجود، يعني مواد إيه. فطبعا لما أنا بدأت أحل الأسئلة على اليوتيوب بدأ يعني الناس تتواصل معايا، ولقيت إن الكتب دي موجودة. لو حد فيكم عايز الكتب دي زي ما احنا اتفقنا بيتواصل مع رقم التليفون اللي أنا كنت سبته لكم 010-26-27-8744، يتواصل مع رقم التليفون ده هيلاقي الكتب اللي هو عايزها. طبعا في بالنسبة لكتاب الكيمياء وكتاب الفيزياء، أنا بالنسبة لي أنا هحله إن شاء الله كامل، حاول خلال الأسبوع ده أخلصه. هتلاقوا الفصل الأول وبقية الفصول موجودين على قناة اليوتيوب، أما التالت أنا حليته على الفيس ولسه هكمل فيه. طيب بالنسبة للكيمياء والجيولوجيا ومادة الأحياء، الكتب دي تعتبر أسئلة بس مش موجود ليها نموذج إجابة. فأنا إن شاء الله هسجل فيديو فيه نماذج الإجابة لكل كتاب علشان خاطر الطلبة يسترشدوا من خلال نماذج الإجابة دي. طيب بالنسبة للكتب دي يعني تعتبر أسئلتها شكلها إيه؟ أنا بالنسبة لي الكتب دي أنا عرفتكم الفصل الأول بيحتوي على كام سؤال، الفصل الثاني وشكل الأسئلة إيه، هتلاقوها إن شاء الله على صفحة الفيس، واضح جدا فيديو تعريفي بالكتب الموجودة. طبعا إن طلبة كتير جدا ما كانش ليهم سؤال في التعليقات إلا الكتب دي يا مس نجيبها إزاي، طب نجيبها منين، طب إحنا سألنا عليها مش لقيناها. فالكتب أهي متيسرة ليكم، اللي عايز الكتب دي وعايز يشوف المحتويات بتاعتها يتابعوا على صفحة الفيس. أنا بسيب لينك الفيس في صندوق الوصف لجميع الفيديوهات اللي أنا بسجلها. واستودعكم الله.